وارض عن آله وأصحابه الأئمة وعنا معهم يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يعيد مثل هذا اليوم المبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين بخير ما يعيده على عباده الصالحين من تفريج كرب وصرف بلاء ورحمة تعمنا وعباد الله المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. المسلم يا أيها الكرام في مثل هذا اليوم الطيب المبارك يستشعر برد العفو وفضل الله تعالى عليه، فإن المؤمن إذا قدم ما قدم من عمل صالح يرجو من عفو الله تعالى ورحمته حسن القبول. الله تعالى قال: وهم برحمته يطمعون. فهذا هو المؤمن، يطمع برحمة الله ألا يرد عمله في وجهه خائبا، فإنه سبحانه وتعالى كريم وعظيم ورحيم، لا يضيره أن يعفو عنا وأن لا يحاسبنا إلا حسابا يسيرا، وأن يدخلنا مع ذلك من فضله الجنة من غير حساب أبدا ولا مزيد عذاب وعقاب. أمل الإنسان بالله سبحانه وتعالى كبير، يقدم العمل ويرجو رحمة الله، لا كبعض الناس والعياذ بالله الذين لا يعملون أو يسيئون العمل ثم يقولون نرجو رحمة الله. هذا الإنسان كاذب على نفسه، لا يطمئن قلبه إلى خير من الخيرات. في مثل هذا اليوم يا أيها الأحبة الكرام ينبغي على كل عبد منا مسلم أن يرجع إلى نفسه بالمحاسبة والمراقبة. أكان ما قدمه في هذا الشهر خالصا لوجه الله تعالى من جهة، ومن ثم أهو على استعداد ليتابع مسيرة العمل الصالح بعد هذا الشهر من جهة أخرى، ومن ثم بعد هذا وهذا. إذا كان الإنسان مقصرا في حق أرحامه وأقربائه وأهله في هذه الأيام فليبدأ يا أيها الأحبة بصلح وتسامح لوجه الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أضلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا تكن ممن يقطع رحمه، ممن يترك الخير والتوادد بينه وبين أهله وأقربائه. اجمع نفسك وثبتها واحبسها على طاعة الله عز وجل، فهذا أمر جليل عظيم مبارك. هذه قضية. قضية أخرى هي قضية تكبيرات العيد. تكبيرات العيد يا أيها الأحبة مشروعة خلف الصلوات في تكبيرات مقيدة بها، ومشروعة على الإطلاق منذ أن أذن المغرب اليوم، لأنه أثبت العيد بعد المغرب بقليل، إلى أن يفرغ الإمام من صلاة العيد. فإذا فرغ من صلاة العيد انقطع التكبير. الآن إذا رجعنا إلى بيوتنا نكبر في الطريق، نكبر في البيوت، نذكر الزوجة، نذكر الأولاد، نحن في البيت جالسون، جلسنا قليلا قبل أن ننام نستريح شيئا ما، نكبر، نشغل أنفسنا بالتكبير. لفظ التكبير يا أيها الأحبة عند إمامنا الشافعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، عند إمامنا أبي حنيفة مرتان، وقل من يعرف ذلك رغم أن كثيرا من الناس يقول أنا مذهبي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال كيف يعني؟ يعني عند أبي حنيفة يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، فقط مرتين التكبير عندنا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عند الشافعي وهو الدارج على ألسنتنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات الآن، لا إله إلا الله والله أكبر. هذا التنبيه الأول. فإذا كثير من الناس لم يسمع بذلك أن التكبير عند أبي حنيفة مرتين، رغم أنه يدعي أنه يقلد أبا حنيفة رحمه الله، وهو لا يعرف من مذهبه إلا القليل. ثانيا، في التكبيرات يا أيها الأحبة هناك واو ينساها الناس في لفظها، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. نبهت السنة الماضية عليها وأكرر هذه السنة،
لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ثم الله أكبر ولله الحمد. إذا نضيف هذه الواو لما ورد في الآثار فيها. الآن هذا التكبير يا أيها الأحبة شعار المسلمين في هذه الليلة المباركة، فلا تفرط فيه كما قلنا. الآن جئت إلى صلاة الفجر في الطريق كبر، جئت إلى صلاة العيد في الطريق كبر، أشغل نفسك بالتكبير. إذا كرمك الله تعالى بصلة الرحم التي أشرنا إليها منذ قليل، فلا تجتمعن اجتماعات في ظنك هي صلة للرحم، لكنها في كثير من الأحوال فيها معاصٍ لله عز وجل. فحينما أجتمع أنا والنساء اللواتي لست بمحرمات علي، فهذا الاجتماع ليس اجتماعاً شرعياً. الآن ابنة خالي وابنة خالتي وابنة عمي وابنة عمتي، هؤلاء كلهن لست من محارمي، ويجوز لي إن شئت ورضي أهلهن أن أتزوجهن، فجلوسي معهن باسم صلة الرحم ليس صلة للرحم. هؤلاء غريبات عني، وما يجري في كثير من البيوت منذ القديم ليس شيئا جديدا، من أن يجلس الرجال والنساء مختلطين كما قلنا، يرون بعضهم ويضحكون مع بعضهم ويمازحون بعضهم، وينظر الرجال إلى النساء ويقول إيش فيها هذه ابنة عمي، لا يا أخي هذه محرمة عليك، محرمة يعني محرمة الآن عليك لأنها ليست زوجة لك تستطيع أن تتزوجها، بالتالي هذه ليست من محارمك، لا يجوز أن ترفع عن رأسها أن تكشف عن نفسها أمامك، جلوسها أمامك بمقدار الضرورة الضرورة، أما غير ذلك من طول السهرات والضحكات فهذا لا يحل، هي مثل المرأة الأجنبية تماما يا أيها الإنسان. فليحذر الإنسان من هذه المجالس التي يجري فيها الاختلاط، وباسم القرابة وصلة الرحم يحصل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يزور القبور ذكرنا في صلاة العصر، يشرع له أن يسلم على أهل المقابر فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا ورد في السنة أن يقول الإنسان إذا زار المقبرة. كذا من السنة أيضا يا أيها الأحبة قبل أن يأتي الإنسان إلى صلاة العيد أن يأكل، إن لم يجد أن يشرب ماء، أن يأكل تمرات، لتتميز عبادة الصوم عن عبادة الفطر، فإن الله تعالى امتن علينا في هذا اليوم المبارك بأن أمرنا هو بالفطر، اسمه عيد الفطر، فالذي يظن أنه إذا صام في مثل هذا اليوم نال أجرا فهو على النقيض، هو لا ينال الأجر، ينال الأجر في رمضان في يوم الفطر يفطر. ثم بعد ذلك المسلم في هذا اليوم المبارك كما يسر ويطلب لنفسه الطمأنينة والسعادة، فإنه إن كان صادقا في إيمانه حقا يطلب السعادة والطمأنينة والراحة والخير لعباد الله المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. لا يتم إيماننا يا أيها الأحبة ولا يكمل ولا نكون على الهدي المستقيم والصراط الطيب الطاهر إلا بأن تكون قلوبنا متوجهة إلى الله العلي العظيم أن يكشف ما حل بالمسلمين. بلايا المسلمين كثيرة جدا، أينما التفتنا أينما حللنا نرى بلايا بالمسلمين. كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى الذي حرر القدس رحمه الله ورضي عنه، من منذ أن احتلها الصليبيون كان يعبس في وجهه، يعني ما يضحك إلا نادرا، وجهه دائما فيه عبوسة، وكذا كان من قبله نور الدين الزنكي رحمه الله تعالى وهو بمثابة أستاذه. فسئلا يوما لماذا هذا، وبخاصة حينما تأتي هذه مثل هذه الأيام، أيام الأعياد، أيام كذا، لماذا أنتم هكذا؟ فقالوا كيف نبتسم وديار المسلمين قد أخذها الصليبيون، كيف نبتسم وبيت المقدس قد أخذه أعداء الله،
كيف نبتسم وأناس ونساء من المسلمات مشردات قد اعتدى عليهن أعداء الله؟ فالمسلم على الأقل الآن في مثل ظروفنا على الأقل إن استشعر رضا الله تعالى ورحمته وبارك لأقربائه وسعد في هذه الأيام، لكنه لا ينسى إخوة له في الدنيا كلها من أقصاها إلى أقصاها مسلمون يرجو لهم الخير، وأن يفرج الله عنهم ويخفف عنهم بلاءهم ويعينهم ويصبرهم على محلتهم. فهذا حال المؤمن الصادق. وإلا فالإنسان إذا نسي الناس ونسي أخوة الإسلام فهذا بعيد عن الإسلام كثيرا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه الكلمات التي أردت أن أسوقها في مثل هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة ورد في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف لكنه من فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال لا بأس بالعمل بها كما قال كثير من أهل العلم. ورد في الحديث: من قام ليلة العيد أو ليلتي العيد محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. من قام ليلتي العيد محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. كما قلت الحديث في إسناده ضعف ولكنه من فضائل الأعمال كما قال الإمام النووي وغيره فيؤخذ به. قال أهل العلم: كيف يحصل الإحياء؟ قالوا بعضهم قال يحصل بقيام أكثر الليل، وقال بعضهم وهو قول جميل يحصل بقيام أداء صلاة العشاء في جماعة وأداء صلاة الفجر في جماعة. فيحرص الإنسان في هذه الليلة الطيبة على أداء صلاة الفجر أيضا في جماعة. الآن نحاول ما استطعنا أيضا أن نكثر من العمل الصالح، فنقرأ الآن سورة الملك ثم ندعو بدعوات ونسأل الله الخير لنا ولكم إن شاء الله.